وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أيامكم بولادة الأئمة الأطهار عليهم السلام. قد وضعنا في هذه الحياة الدنيا، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهجهم. خير ما نبدأ به احتفالنا هذا آيات بينات من الذكر الحكيم، يتلوها علينا الأخ أبو مهدي. فيتفضل نصفه من الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا
أن كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على محمد وآله محمد أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم بداية وفي هذه المناسبة أحببت أن نتباحث معا ونفكر مليا بما هي مفهومنا لولاية أهل البيت عليهم السلام وهل يكفي في الانتماء أن تكون مسلما أو أن تكون شيعيا مسلما في حق أهل البيت هل يكفي أن تلتزم شيئا من الفكر وأن تنفتح على جانب من الخط أو أن الانتماء يفرض عليك أن تلتزم بالخط كله وبالدين كله إن الدين ليس هو العقيدة فقط ولكنه الإسلام كله عقيدة وشريعة ومنهجا وحركة وأسلوب وهدف وأن تكون مسلما بالإسلام كله وأن تلتزم أهل البيت في خط الإسلام فذلك تطلب منك أن تلتزم بالإسلام في خط المنهج الذي نهجوه والفكر الذي أعطوه لا تنفتح على ولاته بالعقل والقلب ثم تأخذ حريتك في حياتك على كل انحراف من حيث العمل والمنهج فهذا ليس إسلاما وليس تشيعا فأن تكون مسلما هو أن تسلم كيانك كله لله وأن يكون عقلك لله فلا تفكر إلا بالحق وأن يكون قلبك لله فلا تتحرك عاطفتك إلا بالحق وأن تكون حركتك لله فلا تنطلق إلا في الصراط المستقيم وأن يكون المنهج والأسلوب والوسيلة كلها لله وأن نلتزم بأهل البيت لا يعني أن نخفق قلبك بحبهم فقط فالحب ليس كافيا بل تتحرك حياتك في ساحتهم ومنهجهم هناك بعض المفاهيم التي يأخذ بها الناس في اتجاه القول مثلا كن مسلم في عقيدتك وافعل ما شئت أو كن مواليا لأهل البيت وافعل ما شئت وقد روي حديثا في حديث عن الإمام علي عليه السلام حق الإمام يقول حب علي حسنة لا تضر معها سيئة ولا أعتقد بأن هذا الحديث فيه شيء من الصحة أو بمعنى آخر ممكن يكون الحديث تضمن معنى أعمق بكثير من المطعن السطحي بمعنى أنك إذا أحببت علي عليه السلام فلك أن تعمل كل السيئات فإن حب علي سوف ينقذك مما يترتب عليك فيه من عقاب وغيره وهذا ليس بصحيح نريد أن ننطلق في معالجة هذا المفهوم أو نقد الفكرة الخاطئة من خلال آية في كتاب الله وأحاديث مروية عن أهل البيت عليهم السلام فأما الآية الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم ليس بأمانيكم أي ليس بأحلامكم أو أهامكم أيها المسلمون وأيها المؤمنون ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا فليس الأمر أمنيات أن نقول نحن مسلمون فالجنة مفتوحة لنا ولن يحاسبنا الله على شيء أو يقول أهل الكتاب من اليهود والنصارى إن الجنة لنا ولا يحاسبنا الله على شيء وقالوا لا يدخل الجنة إلا من يكون يهودا أو نصارى تلك أمانيهم نذكر رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان في مرضه وجاءت إليه عمته صفية وابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعمه العباس رضي الله عنه
فالتفت عليه رسول الله وقال لهم بداية الخطب عمه العباس، قال يا عباس بن عبد المطلب يا عم رسول الله اعمل لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب يا أمة رسول الله اعملي لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد يا بنت رسول الله اعملي لما عند الله فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وأيضا قال رسول الله في خطبته الأخيرة ليس بيني وبين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا أو يدفع عنه شرا إلا العمل، أما إنه لا ينشي إلا عمل مع رحمة ولو عصيت لهويت. فالله هو الذي جعل نبيه شفاعة للمذنبين، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يقول الناس انطلقوا مع العمل وانتظروا رحمة الله وشفاعته، ولا تتجرؤوا على ترك العمل وابتعاد عن الخط المستقيم لأنكم تقولون سيشفع لنا. بسم الله الرحمن الرحيم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ونأتي بشكل سريع على الأحاديث التي نلاحظ فيها أن هذا المفهوم كان موجودا حتى في زمن الأئمة عليهم السلام، ولذلك كانوا يؤكدون المفهوم بضابطه بطريقة فيها الكثير من الحسم وربما الكثير من القسوة. ففي الحديث عن أبي جعفر محمد الباقر عليه السلام قال لا تذهب بكم المذاهب، أي لا تذهب المذاهب في طلب الرخص والمعاذيب تقصيركم في طاعة الله بسبب انتسابكم إلينا، ولا تحسب أن مجرد القول بالتشيع الكافي في النجاة من دون مشايعة لنا في طاعة الله تعالى، فوالله ما شيعتنا إلا من طاع الله عز وجل. فهذه هي الصفة الطبيعية للتشيع، لأنه هو الإسلام في خط أهل البيت الذين عاشوا الإسلام كله في عقولهم وقلوبهم وحركتهم وحياتهم كلها. وهناك حديث عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه في حجة الوداع فقال يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه، ألا وإن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وفي الحديث عن الباقر عليه السلام رواية عن جابر بن أبي جعفر عليه السلام قال لي يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع، أي من يقول أنا شيعي وأن يقول بحب لأهل البيت، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وكانوا لا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وبر الوالدين والتعاهد للجيران الفقراء وأهل المسكنة والأيتام وصدق الحديث وأداء الأمانة وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير. فقال جابر فقلت يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحد بهذه الصفة، هذا في زمن الأنبياء عليه السلام فكيف من الآن؟ تصور أن هذا في زمن الباقر فكيف من الآن؟ فقال عليه السلام يا جابر لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب علي وتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. فلو قال إني أحب رسول الله فرسول الله خير من علي، ثم لا يتبع سنته ولا يعمل سنته ما نفعه حبه إياه شيئا فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنى براءة من النار ولا على الله أحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، وما تناول ولايتنا إلا بالعمل والورع. فهل هناك وضوح أكثر من هذا؟ فمراد الإمام علي عليه السلام من قوله ما معنى براءة من النار أنه ليس هناك براءة مثل هذه إلا من خلال معرفة الولي والطاعة له. ونحن نعرف أهل البيت ارتقوا إلى أعلى مقام عند الله في المعرفة والطاعة، ولذلك كانت معهم براءة من النار وكانت معهم الجنة بكل ما فيها. أيها الأحبة، إن الصادق في تشيعه لابد أن يكون متحركا في القيم الإسلامية كلها، لأن التشيع ليس شأن غير الإسلام، التشيع هو الإسلام الحق. فأهل البيت لم يقطعوا حساب خاصا بهم، وليس لهم تفات وسجلات خاصة، فما عندهم سوى سجلات الله عز وجل، وحساباتهم هي حسابات الله عز وجل، وخط الولاية مرتبط بخط الطاعة والعمل.
فينبغي أن لا تفتح الأذهان على ما يتحدث به الكثير من الناس من السطح من أن عليك أن تحب عليا وتأخذ معك مفتاح الجنة، حتى لو قتلت وزنيت وسرقت وكنت مع الظالم والظالمين، في حين أن آية القرآن لا تفرق في ذلك بين إنسان وإنسان آخر. وهكذا فإن علاقتنا بأهل البيت عليهم السلام إنما هي من الذي بينوه وعرفوه لنا من كل المفاهيم التي أطلقوها خلال علاقتهم بالله ورسوله، لأنهم عبدوا الله حق عبادته وأطاعوا حق طاعته وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم ودعوا إليه سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك فإن الولاية لأهل البيت عليهم السلام تعني أن نتبعهم في كل ما قالوا وفعلوه، واتباعهم هو اتباع الإسلام الحق. والسلام عليكم. عفوا استاذ عزيز بس تعليق على هذا الحديث اللي ذكرته مع كل الادله والنصوص. يعني عندي ثلاث شغلات. اول شيء الخلافات الداخليه البشريه، انه يعني عفوا لو سمحت خلي يكون النقاش بعد النقاش وتحب انا بخدمتك، يعني اعطيك العديد من الروايات موجوده. موضوع عام لكل الجلسه. اي نعم، بس هذا موضوع نقاش ما يكون نقاش خاص. انا عفوا على الشهادة لكم بعد الجلسة لانه في احتفال نحترمه. احسنت. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نبقى الان مع الطفل صادق احمد وفي انشوده بهذه المناسبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أمير الحسين ونام الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، له طلعة مثل شمس الضحى، له غرة مثل بدر المنير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلمون له من نظير؟ أميري حسينا ونام الأمير، سرور فؤاد البشير النظير، أميري حسينا ونام الأمير، سرور فؤاد البشير النظير، له طلعة مثل بدر شمس الضحى، له غرة مثل بدر المنير، علي وفاطمة والدا، فهل تعلم له من نظير؟ أميري حسينا ونام الأمير، سرور فؤاد البشير النظير. وردت نصوص كثيرة أشعرت بموجبها أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير أن الحسن والحسين عليه السلام ويقول صلوا على محمد وآل محمد. من أحبني فليحب هذين، أي الحسن والحسين عليه السلام، ومن أبغضهما فقد أبغضني. أقول فمن أني حب الإنسان أولاده ونسله فهذا أمر طبيعي، أما أن يربط حبهم بحبه فهو أمر غير متعارف ولا مألوف. لكن الرسول صلى الله عليه وآله فرض الربط بين الحبين، حب أولاد وعاتته وحبه عليه السلام. والسؤال الأصعب هو كيف يفترض وجود من يقود الحسن والحسين عليهما السلام؟ ولماذا يريد أحد من ينتمي لدين الإسلام أن يبغض الحسن والحسين عليهما السلام؟ ولماذا صار مقدمهم بدل جدهما عليهما السلام؟ الجواب عن هذه الأسئلة يتلخص في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم
أن لا أحد من المسلمين تجرأ بإعلان بغضه النبي عليه السلام أنه رسول الله طبعا، أو إذ أنه يساوي الكفر بالرسالة ذاتها. إذا أبغض النبي حيبغض الرسالة حيبغض الدين فهو ليس مسلم. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث أن يظهر النفاق هؤلاء بطريقة ثانية، فإذا أبغضهما اكتشف عن بغضه هذا بغضه الدماء عليه السلام لما في بغضهما من انتهاك للمثل ونبذ المكارم التي يحتويانها ورفض من الشرائع التي يتبعانها، وهي نفس المثل والمكارم والشرائع التي عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه. فبغضهما ليس إلا بغضا له عليه السلام ورسالته صحيح أيضا، إذ أن حبهما كاشف عن حب جدهما عليه السلام. نحن عندما نعيش ذكره ابن حسين عليه السلام نفرح به في الوقت ذاته الذي نعيش الحزن الكبير عليه، وفرحنا بالحسين والفرح بالرسالة التي حملها وعاش كل حياته من أجله، وقد تحرك بطلب الإصلاح في أمة جده، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالكلمة الطيبة وبالموقف الصلب وبالجهاد الصعب. عندما تمثل حسين عليه السلام فإن يتمثل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل أخلاقه وصفاته، بل تتمثل في شخصيته. كان الحسين عليه السلام تجسيدا لجده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في روحانيته وعلمه وخلقه وخلقه وفي كل الصفات المميزة، وأيضا كان تجسيدا لعلي عليه السلام في شجاعته وقدرته وأقدامه وجرأته وصلابته في الحق، كما كان تجسيدا صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على كما كانت تجسيدا لطهر الزهراء عليه السلام وصفائها ولقائها وروحانيتها. كانت مشكلة الإمام الحسين عليه السلام كمشكلة أبيه علي عليه السلام وكمشكلة كثير من الأنبياء والمصلحين الذين جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور، فاستبدلوهم بالذين جاءوا ليخرجوهم من النور إلى الظلمات. نبقى الآن مع الأستاذ المربي الفاضل الحاج أبو رضا فقرة شعرية، فنستقبله مصبوحا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيد المدير السلام السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله حسين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، ولأجل الله آخر العهد منا لزيارتكم. أخواني وأخواتي الأفاضل أيها الحفظ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أقدم أطيب التهاني والتبريكات لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين بهذه المناسبة السعيدة. وليكم أخواني وأخواتي الأفاضل، أدعو الله العلي العظيم أن يعيد هذه الذكرى علينا ونحن تحت قبة الإمام حسين عليه السلام إنه سميع مجيب. مقطوعة صغيرة لشاعر أهل البيت الذي نظر نفسه لكتابة الشعر على أهل البيت فقط، السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه، في مدح الإمام الحسين والعباس عليهما السلام. حبست رجائي عن الباخلين وأنزلت في ابني علي رجائي، هما لي حرز من النائبات بل حرم من جميع البلاء، ولي شافعان بدار البقاء ولي شافعات بدار البقاء، أشبلي علي ومن إن دعوت في كل خطب أجاب دعائي، أرى الدهر من حيث لا أتقي رماني ويعلم أنتم وفائي. الآن نرى الكاتب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي ماذا كتب عن الإمام حسين عليه السلام. بأزكى تحيتي وأعطر سلام، أمد الأيادي لابن الكرام، يا ابن البتول يا سبط الرسول متيم بحبك يا ابن الإمام، وقفت ببابك أرجو القبول فعطفا بصب سلاه الغرام،
وبالباب الأخضر يا سيد يا سيدنا الحسين، وبالباب الأخضر يا سيدنا الحسين تتوه العقول وتسكر، تتوه العقول وتسكر تمام. بعيني رأيت الشيء العجيب، أنوار الحسين في وجه الأنام. أرى النور يسطع في كل الوجوه، وكل الوجود في حبك هام. تذوب الفوارق بين الجميع، فكل سواء في هذا المقام. وتصفو النفوس وتمحى الأنا، فأين السيادة في ساح الكرام؟ فكل بعيد عن حب الحسين، فعيشه والله في الدنيا حرام. وحب الحسين من حب النبي، وحب النبي من حب السلام. فالحسين مني وأنا من حسين، فأين الفروق فيما الملام؟ فيا لائمينا في حب الحسين، أفيقوا ودعكم من هذا الكلام. فلو ذقت طعما لمعنى الحسين، لصرت والله قتيل الغرام. فدع عنك لومي ولا تعترض، فقلبي تعلق بحب الإمام. وقفت بباب الرضا مادحا، لعلي بمدحي ننال المرام. فنعم الحبيب ونعم الشفيع نبينا محمد عليه السلام. وصلي وسلم وبارك عليه بأزكى التحية وأعطر سلام. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن مع الشعر الشعبي، قصيدة للشاعر أبو محمد البياحي. سر ما في السروك، سر ما في السروك، واللغز ما حلوك، والمثلك صعب يحسين يتفسر. إذا بوض سيارك رافقت جبريل، أكيد ترافق الله ساعة المحشر. أكيد تصير كعبة ومهوى للعشاق، وأكيد يصير قبرك للفلك محور. يا باء البداية وعلة التكوين، يا سر الوجود وأعظم وأكثر. ما كذبت فيك وأبد ما غاليت، يا من بالحساب بشفك الدفتر. جدك بالقيامة لينصب الميزان، أمك اللي يحبك ضامن الكوثر، وبوك على الصراط ومنه من يفوت، وبوك على الصراط ومنه من يفوت. إذا ماكو وصل قوم موقع حيدر، يا محراب المحبة قلوب تسجد فيك، يا محراب المحبة قلوب تسجد فيك، وتصلي بهواك أو تخشع وتنحر. ما نكتم محبتك وبهواك نضيع، وش ما تصل بينا بهالعشق نجهر. يا حسين بودادك نشري مر الموت، يا حسين بودادك نشري مر الموت، ونغنيك طور بساعة المنحر. يا حبنا وشرفنا وديننا المهيوب، ودين بغير حبك ناقص وأبتر. يا باب الشفاعة ورحمة الرحمن، يا باب الشفاعة ورحمة الرحمن، يا كوكب الغيرة بالشرف يزهر. يا حسين شلمك يا وصف يجديك، وانت المجد باسمك أذن وكبر. يا ما بيك لولا ولا شبيهك صار، كامل صورك سبحان من صور. يا بثك وطول بروضة الإيمان، يا بذرك وطول بروضة الإيمان، مثلك يا زرع صار ونمى وأثمر. الله تخيرك قربان هذا الدين، وجلت قدرته لو راد يتخير. من كل نبي خصلا طاق رب الكون، من كل نبي خصلا طاق رب الكون، وللرحمة بعبادة خيرك مصدر. يا نجم الشجاعة، يا نجم الشجاعة الما أفل الأحضار، ويا جود البطولة الأبد ما أكبر. يا راس ما يطخ للذلة رغم الموت، يا بود الشموخ بالعزم يكبر. شنو سر المحبة بيك يا مولا يا بعض الدار، شنو سر المحبة بيك، والما يجي بجسمه بقلبه يتعناك.
ردنا نقيس حبنا بكل مرار الموت، شفنا الموت تسيارة محبة وشوق للي يهواك، ذبينا العواطف قلنا ونعاديك، ذبينا العواطف قلنا ونعاديك، ردنا نصيح نفرح صحنا حبيناك، قلنا نجرب النسيان بلشي يصير، نسينا نشم هضلة وانت شميناك، حرنا وياك حرنا وياك يا مولا، شن نسميك شن ناديك شن نخليك، حرنا وياك نقرأ الكون كله ونفتهم معناه، بس تمن نجيلك ليش تتهجاك، حرنا وياك حرنا وياك، يصير الله وكيل يصير الله وكيل على العشق خلاك، حرنا وياك يصير الله وكيل على العشق خلاك، يصير الباري ما سوى الخلق لولاك، يصير الضوء لعيون النبي سواك، يصير النبي يصير الضوء لعيون النبي سواك، حرنا وياك يا مولاي. والسلام عليكم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا عبد الله. السلام عليكم اخواني ورحمه الله وبركاته. محمد صلى الله عليه وسلم. ابو ياسر صوت صوت السفينة اللي تنجينا، ايه واليا ياسمين الليلة شمينا، ايه والنون نبع انت اللي روينا، ايه انت ها فوشي ها ها ايه وش حتى كان يوسف فاطمة في مسابقة الأطفال حاب يشارك معنا. لا هي تشرحها تعال تشارك. من حاب يشارك؟ سؤال واحد. مسابقة هاي بعدين. يلا خليك السؤال بعدين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نبارك لكم سيد مولد سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام. قصيدتي بعنواني مولد البسالة. بدر بدر تألق في سما العلياء، ذاك الوليد لفاطم الزهراء، أمج يفوح على الدنا ميلاده، فبه الوجود معطر الأرجاء، ولحيدر ولحيدر زفت بشائر عيده، أكرم بمولد سيد الشهداء، غذاه أصبع الشريف لبانة حتى ارتوى من أعذب الأرواء، العدل في سيف الإمامة يحتمي والنصر يزهو في أبي الشهداء، من ذا يزيد وما حسين فاحكموا، من ذا يزيد وما حسين فاحكموا، نبر الإباء ودمية السفهاء، ما ثرت كي يبكى عليك وإنما رمت العدالة في عز الرداء، ما فاض من دمك الطهور على الثرى إلا ليطهر ما على الغبراء. السلام عليكم. أحسنت وبارك الله فيك وبأهلك الذين دربوك على هذه القصيدة الرائعة.
أغتنم الفرصة حتى أذكر أهلنا وأذكر أنفسنا أن كل الاحتفال المقيم لأهل البيت عليهم السلام تحية ذكرهم هي حتى نزرع حتى حبهم بقلوب أطفالنا. فنحن نتمنى عليكم أنه الأهل الكرام يشجعوا أولادهم على البحث وعلى إنشاء فقرات يشاركوا فيها. وكنا حطينا إعلان مرة الماضي للأسف ما كان فيك تجاوب، إن شاء الله الاحتفال لاحقا إن شاء الله في مشاركة أوسع. أي حدا من الأهل بيحب أن يبدو يشارك المناسبة مجال وقتها الكل. فكفي نسبق مع بدي أسألك أول شيء شو الاحتفال اليوم؟ شو مناسبة الاحتفال اليوم؟ شو الموضوع علي صوتك يلا ذكر ولادك ولادك نعم حسين ومن بعد ومين قلت واحد عندنا كل أهمين يلا أخرهم صوت عالي يا سجاد شو اسمه يا سجاد؟ شو اسمه؟ مين أبوك؟ مين أبوك؟ لا عرفت قصة؟ لا عرفت قصة إيجابية حاطك جازي طبول يا نحن جالنا غيرك خلي شاري مين قاعد في جو؟ يلا ما يطلع. رجعي لك السؤال. أول شيء احتفال اليوم هاي فكرة. هاي مناسبة. علي صوتك. أحسن هذه إيجابية بدأ بس اللي مين أبو السجاد شو اسمه مين أبو السجاد صوت
يا لجمال القمر الحسيني، يا لجمال القمر الحسيني، قمر واسمه الحسين. هذا هو صبت الأمين، هو ذا ولي العالمين، هو ذا شهيد الثقلين، هو هذا الإمام الحسين، هو قمر الأقمار، هو أبا تسعة الأطهار، هو القمر الأول في شعبان. يا شهر الأمين فانظر، فانظر إلى قمر الكرامة والنبراس، هذا قمر الهواشم وتاج الراس، هذا قمر العشيرة واسمه العباس، فهو ابن المرتضى منبع الأساس. هذا هو أبو الفضل العباس، هو القمر الثاني في شعبان. يا شهر المصطفى فانظر، فيا لخشوع بذلك الفؤاد، يا له من قمر واسمه السجاد، هو ذا زين الورى والعباد، هو ذو الثفنات والأمجاد، هو أبا الباقر حكمة وسداد، وهذا هو القمر الثالث من شعبان. يا شهر فخر الرسل فانظر، فانظر إلى القمر الرابع، إنه قمر بقية الله المنتظر، إنه قمر العرش والظل المستتر، إنه قمر اللائل كالدرر، إنه حجة الله على البشر، إنه المهدي من آل الطور، هذا هو القائم، هذا هو خاتم الأقمار في شهر شعبان. فسلام على شهر النبي وبزوغ الأقمار، وسلام على الطلعة والغزة وعزة الأطهار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم وبارك الله بكم. إننا ننكر على الذين يقرؤون العزاء وهم يصورون الإمام زين العابدين بصورة الضعف، كان يقرأوا وقالوا ذريعا في دمشق أن إلى الروم عبد غاب عنه مسير، وحاشا لله أن يكون هذا الكلام إمام زين العابدين. إن الإمام زين العابدين لم يكن كذلك، الإمام كان قويا بالله، قويا في مواجهة الظالمين. صحيح أنه أسر من كربلاء إلى الشام، ولكنه كان قويا في موقع الأسر، ولم يكن ضعيفا، ولم يرحل أسر، لأن قوته كانت يد الله، مما يعيش في داخل ذاته من ذلك. ثم انطلق الإمام زين العابدين في العالم الإسلامي يجسد كل رسالة في كل نشاطه، فحركها في دعائه، ولذلك كانت أدعيته الصحيفة السجائية هي الأدعية الثقافية التي إذا قرأتها شعرت أنك تقرأ الإسلام في قيمه وفي أخلاقه وفي فلسفته، وتقرأ الإسلام في كل الواقع الذي يتحرك في العلاقات الإنسانية والاجتماعية. تقرأ في دعائه الإسلام في خطوط العقيدة وفي خطوط القيم والمناهج وما إلى ذلك، مما يغني الإنسان ويرتفع به إلى قمة الروح. كان الإمام زين العابدين عليه السلام المعلم الذي تثقف على يديه أغلب علماء المسلمين في تلك المرحلة من حياته ومن عمره، وكان العابد الذي يعيش مع الله سبحانه وتعالى، كان النموذج الأمثل والأكمل للعفو والأخلاق العظيمة التي كان يواجهها أعداءه كما يواجهها أصدقائه. ذلك هو الإمام السجاد عليه السلام. نبقى الآن مع البلبل السطاح الأخ ماجد الدريكي، فيتفضل مشكورا مسرورا صلاة محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الكريم. أنا نيت بهذه المناسبة ذات نوم حسين عليه السلام.
يا لبيك رسول الله صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.
سعد الجواب سعد كويت السيد. من ثالث تبدل اعياد بسن حسين اول ميلاد بسن الثالث تبدل اعياد بسن حسين اول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد من الثالث تبدل آيات باسم حسين أول ميلاد من ثالث تبدل آيات باسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد من ثالث تبدل آيات باسم حسين أول ميلاد من ثالث تبدل آيات باسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس كل الوجوه الفرحة كانت عليها الفرحة الله الله كل الوجوه الفرحة كانت عليها الفرحة الله الله شعبان يوم الثاني هل هن علينا بصبحة مول السليل الهادي عالدنيا هبت نبحة مول السليل الهادي عالدنيا هبت نبحة خير الساعة الهليلة هل علينا بصبحة دار الشعبان الأنوار لاحت من صبط المختار ثالث شعبان الأنوار لاحت من صبط الأبطار وإحنا بحب حسين نذوب كرة أجمل إنشاد وإحنا بحب حسين نذوب كرة أجمل إنشاد من ثالث تبت الآيات باسم حسين أول ميلاد من ثالث تبت الآيات باسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد كل الوجوه الفرحة كانت عليها الفرحة شبعان يوم الثاني هل هل عجينا بصبحة شبعان يوم الثاني هل هل عجينا بصبحة مول السليل الهادي عالدنيا هبت نبحة طير السعد هالليلة هل هل عجينا بصبحة من صبط المختار طال الشبان الأنوار راحت من صبط المختار نحن بحب وسين نتوب ونرتد أدنى الإنشاد من ثالث تبت الآيات باسم حسين أول ميلاد من ثالث تبت الآيات باسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد يوم الرابع للعباس والخامس يوم السجاد والخامس يوم السجاد على المنشى وعلى الفضلين دوب الغرام العجوة يا الله سيد شباب الجنة ميلاد أعظم بشرة يا الله احنا الأرض لو يبسك هو المطر معتبرة مثل الشمس نعتاشك نهفت كرب نعتبره يوم ما هو النور الوضح لا يسفر وجه المصباح يوم ما هو النور الوضح لا يسفر وجه المصباح نور الدنيا بغير حسين جامع يدمو في الأمراض من ثالث تبت الآيات باسم حسين أول ميلاد من ثالث تبت الآيات باسم حسين أول ميلاد يوم الرابع للعباس
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل محمد. القمر جال بشعاع يبان من هدى. القمر جال بشعاع يبان من هدى. طب وصبح يشع عباس من هدى. من هلا من هل من هل يا بالقمر جانب شعاع يبان من هل طفح الصبح يشع عباس من هل عن بيوم الولادة سهل من هل عرضي دوق الراجل عد صوت الغيره يدعو قبل الحرب
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فقد كان عباس عليه السلام خلاصة علي والحسن والحسين عليهم السلام في معنى الوعي والروحانية وفي حركة العلم وثبات الموقف وصلابة الإيمان ونفاذ البصيرة. كان ذلك كله ولم يكن مجرد مجاهد يذكره في جهاده بالسيف فقط. قال السيد راضي القزويني خمس سره في مدح أبو فضل العباس عليه السلام: أبا الفضل يا من أسس الفضل والإبا، أبا الفضل أبا الفضل إلا أن تكون له أبا، فطلبت أسباب العلا فبلغتها، وما كل ساع بالغ ما تطلبا، وما كل ساع بالغ ما تطلبا، ودون احتمال الضيم عزا ومنعة تخيرت أطراف الأسنة مركبا. نبقى الآن مع الشاب هبة أحمد وكلمة بنسب اللغة الفرنسية استقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. وبقات من ما أبيك لجان هبة أحمد أبيك لكتوب أو فرنسي وبقى يكوير أبيك الصلاوات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. إمام الحسين. Le prophète dit Al-Hussein fait partie de moi et je fais partie d'Al-Hussein. Dieu aimera celui qui aura aimé Al-Hussein. Al-Hussein est le fils de l'imam Ali, cousin, gendre et successeur du prophète, et de la dame Fatima al-Zahra, la fille du prophète et de la dame Khadija. Il est le troisième imam des musulmans chiites après son père, l'imam Ali ibn Abi Talib, et son frère, l'imam al-Hassan. Il est le petit-fils du prophète, paix et bénédiction sur lui, et il est l'ancêtre des neuf imams qui l'ont lui succédé. Il mourut martyr à Karbala le vendredi 10 Muharram à l'an 63 Al-Hajjah. À Karbala, au cours de la bataille de Ashura, après avoir subi la soif de l'opération pendant plusieurs jours, ses qualités sont innombrables. Il est la fleur du prophète, comme l'a dit le prophète lui-même de lui et de son frère Hassan et bénédiction sur eux. Ils sont mille fleurs dans le monde. En outre, le prophète déclara « Hussein est de moi et je suis de Hussein ». En ajoutant « Hassan et Hussein sont des imams, qu'ils soient debout ou assis ». On dit aussi « Il n'y a pas dans le genre d'humain un seul exemple de courage qui puisse équivaloir au courage de cœur dont a fait preuve l'imam Hussein, paix et bénédiction sur lui, à Karbala ». L'imam Zayn Ali Zayn Abidin, imam Sajjan. Ali, fils de Hussein, nommé Zayn al-Abidin et As-Sajjad, était le fils du troisième imam alayhi salam et de la princesse Shahrabanu, la fille du roi d'Iran Yazdak III. Il devint le quatrième imam alayhi salam de la descendance du prophète après le meurtre de l'imam al-Hussein alayhi salam. Seul rescapé de la tuerie du Karbala parmi les hommes de la famille d'Al-Hussein, paix et bénédiction sur lui. Il doit son surnom de perle des adorateurs, Zayn al-Abidin, à sa très grande piété et ses nombreuses prières. Il était d'ailleurs connu également comme Zulfafan, c'est-à-dire quelqu'un dont la peau des genoux s'est endurcie à force de travail, en fait à force de se prosterner. Il est à noter que ce surnom, comme le surnom des autres imams, lui fut donné par le prophète lui-même. Sa générosité légendaire au bénéfice des pauvres et des indigents ne fut entièrement découverte qu'après sa mort, tellement il fut discret dans sa largesse. Il eut à former beaucoup de docteurs en matière de connaissance de Coran et de l'islam. Il est mort empoisonné le 25 du mois lunaire, Muharram, en l'an 95 après l'Hégira, en l'âge de 57 ans. Toute chose a un fruit, et le fruit de Louis est la bonne parole. Al-Abbas. Imam Al-Abbas est né à la Médine le 7 Rajab, 4e de Sha'ban, 26 Al-Hajjah.
Quand les nouvelles de sa naissance atteignent l'imam Ali, il se prosterna sur le sol comme un dogue de ses humbles remerciements à Dieu. Imam Hussein a pris le bébé dans ses bras et selon les azans et les ibrahimas appellent à la prière dans son droit et les oreilles gauches, respectivement. Ensuite, le nouvel-né ouvert les yeux pour voir le visage aimé de l'imam Hussein. Le septième jour de sa naissance, à la cérémonie de Aqiqa, a été réalisée et l'imam Ali appela l'enfant Abbas. Al-Abbas était un imposant et beau personnalité. Son courage intrépide, la confiance et la loyauté indéfectible suprême lui ont valu de nombreux titres. Il a été appelé Qamar ibn Hashim, l'une de Hashimites, en raison de son aspect imposant. Son équitation remarquable, lui, Sayyid al-Fursan, le chef des cavaliers, fait sa capacité à aimer, amener les gens à entraîner de son appelé, Raïs al-Shujan, le chef des voyants, et la manière dont il a sacrifié sa vie, lui a valu le titre de Ordre al-Shuhada, l'héritier de la martyre, et le porteur d'eau. Car il a sacrifié sa vie dans un effort pour procurer de l'eau pour les enfants de l'imam Hussein dans la bataille de Raqqa et de Karbala. Il pleinement vécu jusqu'à son nom, Abbas, qui en arabe signifie lion. Enfin, que la paix soit sur Hussein, sur Ali ibn Hussein, et sur les enfants d'Al Hussein, et sur les compagnons d'Al Hussein, et que la paix sur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa شمسين وقمر بنصف شمسين كل مين انصاب بخسوف مين مسك الكتاب سرعة بس الأحوال على المرأة الأكبر مش الصغار. نعم سليم عليه السلام ترك تراث كبير كثير للشيعة وقاموا صحيح السجادية في كتاب مهم جدا من بيعطينا شو اسمه أحسن رسالة الحقوق من سليم عليه السلام بس طبعا هاي المعلومة ممكن نفسه أذكركم فيها. جاهز يا صنعان. جاهز الكل إن شاء الله الكل اليوم. عرفتهم إن الزاوية التي يكتبها في صحيفة صلاة المشرق والأسلوب الشيق وتابعه كل عدد عانيت فيها الأستاذ الفاضل الأخ الحاج طلال طه. نبقى معه الآن استقبلوا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بصدق وإحسان إلى قيام يوم الدين. نهني أنفسنا ونهني الأمة الإسلامية ونرفع إلى الإمام الحجة أفضل التبريكات بمناسبة ميلاد الأنوار الشعبانية. وقد نفاجأ أن ثلاثة في بدايات هذا الشهر يتتابعون في الولادة في الثالث والرابع والخامس، وكأن تقدير الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الولادة مقدمة لولادة أخرى في زمان آخر وفي مكان آخر، يجتمعون على تنوع في أدوار ولكن وحدة في هدف. لعله من حسن التدبير أن الإمام الحسين عليه السلام القائد البطل وعلي بن الحسين المشارك المشاركة التامة في كربلاء وما بعدها، وأبو الفضل العباس القائد العسكري البطل الشجاع الذي رسم بشجاعته ملامح شيقة ومفجعة من مأساة كربلاء. تنوع في ثلاثة أدوار للحسين عليه السلام للسجاد ولأبي فضل العباس نراها في ساحة كربلاء. ولعله من الأسئلة المحيرة التي بدأ الناس وخصوصا في العصر الحديث بعد تطور وسائل الاتصال ووسائل المعلومات، لعلها من الأسئلة المحيرة في قدرة هذه الثورة على الامتداد خلال هذه القرون المتطاولة في المكان أفقيا وفي الزمان وعموديا في القلب وفي الروح. نحن الشيعة نستعمل عبارة لشهادة الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. هذه العبارة قد تكون غريبة على علم الاجتماع وعلم الفلسفة، لأن حرارة شهادة الإمام الحسين عليه السلام لا يعرفها إلا من انعقد قلبه على حب أهل البيت عليه السلام، وإلا لمن ارتسمت في ذهنه في فكره في روحه في وجدانه كل التفاصيل التي نقلها الإمام الحسين والتي نقلتها الثورة بأدق التفاصيل البسيطة التي عاشتها هذه الثورة خلال الأيام القليلة منذ خروج الإمام الحسين من مكة حتى شهادته وما بعدها في الشام وما بعدها. حيرة الناس أمام هذه القدرة الهائلة على استمرار هذه الثورة بهذا الشكل المليوني الذي نراه خصوصا في 40 الإمام الحسين وخصوصا في المناسبات المهمة، حيرت عقول كثير من البشر في قدرة هذه الثورة كما ذكرنا، مع أن هناك ثورات كثيرة. لعل هذه الثورات الكثيرة في عرف الناس وفي عرف كتاب التاريخ ومن درسوا التاريخ أحدثت تغييرات أهم في لحظتها وفي حينها، مثل الثورة الفرنسية مثل الثورة الروسية وغيرها، لكن قدرة هذه الثورة بقلة عدد رجالها وفي غيابها في عمق الصحراء وفي بعد وسائل الإعلام عنها تمكنت من الانتصار على نفسها، لأنه بتصوري أن هذه الثورة تحمل في داخلها ما نسميه بالإنجليزي المومنتوم، القدرة على أنها تجدد نفسها في كل وقت وفي كل مناسبة وفي كل تاريخ وفي كل زمان وفي كل مكان. بدأت التخطيط للثورة بدأه الرسول عليه الصلاة والسلام، فنحن تذكر كتب السيرة وتذكر السنة أن الرسول لما كانا الحسن والحسين صبيين
بدأ الرسول بالتبشير بأن هؤلاء السيدين هما سيدين في الجنة، يعني أن الرسول استبق الزمن واستبق إمكانية الموجودة دائما طبعا عند الآخرين، أنه إمكانية أن يكون هذا الصبي لا سمح الله أن ينحرف لاحقا أو أن لا يؤمن أو لا يلتزم إلى آخره. لذلك أصر الرسول على التأكيد أن الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وأن حبهما هو حب للرسول، وغيرها من الشعارات التي أطلقها الرسول والتي عاشتها التي عاشها الإمام عليه السلام وفاطمة من بعدهما في رؤياهما، في أنه كان في كثير من الأوقات كان الإمام عليه السلام ترى حزينا أو باكيا، أو فاطمة عليه السلام ترى حزينة فتذكر بأنها رأت مشهد أو مقتل الإمام الحسين عليه السلام. لذلك فإن المشهد الإعلامي بدأت أنا موضعه هو حول المسألة الإعلامية في ثورة الإمام الحسين، فقدرة الإعلام على أنه يمشي عبر الزمن ويوصل هذه الثورة بالجسم. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام الإمام علي فاطمة عليها السلام بدأوا الحملة الإعلامية قبل أن تبدأ كربلاء. ثم جاء الإمام الحسين خرج من مكة. نحن قد يرتئي للبعض أنه يتصور أنه مكة هي المكان المناسب للإعلام، مكة كانت هي حاضرة الجزيرة العربية، مكة كانت هي المكان اللي يعلق عليه الشعر العربي، مكة هي اللي كانت المحج إلى الناس، عدد الناس اللي بيجتمعوا إلى آخره. ولكن الإمام الحسين يبدو من خلال رؤيته للشكل الفجائعي، استعمل هذه العبارة، للشكل الفجائعي للثورة، أراد الإمام الحسين أن يخرج من مكة حتى لا يصبح هناك إشكال في عملية القبض في مكة، أو أن يضيع دمه بين الحجيج بشكل أن لا يحصل بعدها إمكانية الاستمرارية لهذه الثورة. الإمام الحسين في مسيرته في أول عمل قام به هو أن رفع شعارات أصبحت شعارات لاحقة، أني لم أخرج عشرا ولا بطرا، خط الموت على ولدي على والولد آدم كما خط على جيد الفتاة، إني لا أرى الحياة إلا كذا. فهذه الشعارات أصبحت شعارات حسينية مستمرة منذ ذلك الوقت، وقليلة هي الثورات التي نحتفظ الآن نحن بشعاراتها. مهما كانت هذه الثورات تملك من الإمكانيات في القدرة على التغيير والتجديد وإعادة استيلاد نفسها. فأول شيء اللي بدأ فيها الإمام الحسين هي التركيز على الشعارات الأساسية. الشغل الثاني خلال الطريق الإمام الحسين حاول أن يتخلص من الأحمال الثقيلة من البشر الذين حاولوا أن يستغلوا هذه الفرصة تحت عنوان أنه ممكن هولي هذا الإمام الحسين ابن بنت رسول الله ممكن ينتصر، فمعناته نحن ممكن يكون لنا موقع في الدولة الجديدة أو الخلافة الجديدة أو غيرها، هناك قضايا مثلا أسلاب هناك غنائم إلى آخره. فالإمام الحسين لا يريد هذه الطبقة من الناس، لذلك في مسيرته بين مكة وكربلاء حاول التخلص من كل هذه الطبقة بإعلان الشعار المشهور ومن لحق بنا استشهد ومن لم يلحق بنا لم يبلغ الفتح. ففي هالحالة ما في قائد عسكري بيحاول يتخلص من الناس، بالعكس القائد العسكري بيحاول أن يجيب الناس حواليه مهما كانت نواياهم مهما كانت كذا، مش شغلته أنه يفوت بهالقضية. ولكن الإمام الحسين لأنه يرسم لهذه المعركة في صحراء كربلاء يرسم لها صورة في ذهنه نقي وشفاف وخالص ومزكاة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام التاريخ لاحقا، لذلك أراد أن يتخلص من كل هذه الطفيليات اللي ممكن تلتحق بالثورة وفي لحظة ما تنهزم وفي لحظة ما تتراجع. فلذلك هذه راح تصيب الثورة، راح تصيب الحالة في كربلاء في حالات ضعف، ممكن الناس تتراجع ممكن كذا، ممكن التاريخ يكتب عنها بصيغة مختلفة أو صيغة سيئة جدا. فلذلك المشروع الثاني كان أنه يتخلص من هذه الشخص. المسألة الثالثة اللي حاول الإمام الحسين أنه هو يأخذ عائلته ويأخذ أطفاله ويأخذ صبيانه ويأخذ نساء ويأخذ كذا. تشارل ديكنز الكاتب الشهير الأديب الشهير
صاحب قصة مدينتين قصيرة مشهورة. هذا الرجل تساءل مع الذين تساءلوا على أنه فعلا الإمام الحسين رايح في سبيل الدنيا أو في سبيل الطمع أو في سبيل أمر دنيوي، لكان منه مضطر يأخذ عائلته وولاده ويضحي فيهم بهذه الطريقة. فلذلك كان الإمام الحسين يرسم صورة مختلفة لشكل من المعارك ما كان معروف سابقا، يعني قبل معركة كربلاء، قبل قطع رأس الحسين، قبل قضية قتل الأطفال الرضيع والشيخ الكبير إلى آخره، فما كان معروف قضية في هذا الشكل. فلذلك بالعلم الحديث، علم الإخراج، هناك في مخرج وفي مساعد مخرج. هؤلاء الشخصين عادة واحد بيشتغل على الإنسان وواحد بيشتغل على المادة. يعني المادة هي تهيئة المسرح، تهيئة الأضواء، تهيئة المؤثرات اللي هي بالطبيعة، تهيئة الجو، العفش إلى آخره، الصوت. أما المخرج فهو بيشتغل على الأشخاص. الإمام الحسين كان عنده من السبق طبعاً للعلم الحديث أنه اشتغل على المسرح، هي كل أدوات المسرح، اشتغل على الأشخاص، نقى الأشخاص اللي هن أفضل ممثلين لأنه مطلوب أن يكونوا شهداء أو الجماعة، وما اختار أشخاص اللي يمثلوا دور ويجروا عبيوتهم، فاختار أشخاص أنه يكفوا الدور حتى النهاية، واختار مكان، شكل المكان، شكل المؤثرات اللي استعملها من دم الطفل الرضيع، من حرق الخيام، من العطش، من إطالة مدة زمن المعركة. يعني لاحظ كان في الإمام الحسين مثلا أن يفوز المعركة دفعة واحدة، كانوا 72-73 شخص، تخلص المعركة بخمس دقائق، بيجي أي محدث لاحقا بده يحكي عن المعركة بيقول والله كان في 70 زلمة تايهين بالصحراء فتنا فيهم نشوف معركة واندهت. لا، أما اللي وصلنا نحن اللي وصلنا بالعكس، وصلنا 72 بطل. قليلة هي الثورات اللي بتحكي عن أبطال من الدرجة الثانية أو الثالثة، من الصف الأول أو الثاني أو الثالث. ثورة الإمام الحسين جعلت من مرأة عجوز، جعلت من جون العبد، جعلت من وهب المسيحي، جعلت من أشخاص قد يكونوا نكرات في التاريخ. يعني لما تجي للتاريخ أنت وبتقرأ مثلا في صالونات الخلفاء، في المعارك، في الثورات، في الكذا، ما بتحس إلا في بطل واحد. اللي بيذكر التاريخ بيذكر القائد الأعلى، ممكن يذكر واحد على يمينه واحد على شماله، ولكن في ثورة الإمام الحسين نحن الآن نعرف سيرة 72 شخص بالتفاصيل الكاملة، كيف بلشوا، كيف استشهدوا، شو قالوا لما استشهدوا إلى آخره. فلذلك أول شغلي إن جعلت من كل هؤلاء الأشخاص أبطال، وبنفس الوقت عرفتنا على مساحة زمنية وأدبية وفكرية وثقافية قادرين نحن على الاستطالة فيها في كل الأوقات وبأشكال مختلفة. وأكثر من هيك إنه قادر كل واحد فينا لاحقا إنه لا يحارب في ثورة كربلاء. يعني الطفل الرضيع بيلاقي حاله بثورة كربلاء، الشاب العريس بيلاقي حاله بثورة كربلاء، المرأة الخطيارة بتلاقي حالها بثورة كربلاء، الحر الرياحي الإنسان اللي كان بعيد شوي عن الخط أو شيء من هالنوع بيلاقي حاله إنه هو قادر إنه هو يعود يرجع على الخط ويستشهد ويبشر بالجنة. فبنلاقي إنه كل هذه النماذج موجودة في التاريخ وقادرين نحن إنه نتمثل فيها شخص شخص، أوكي، لحتى نخلق صورة من بشكل إنها تأثر فينا لاحقا. فإذن اللي حبيت أنا وصل للفكرة، بس ما بدي أطيل عليكم، صرنا 11 وكذا والأكل هون مغري أكثر من الحديث اللي أنا عم أتحدث فيه. فاللي بدي أكد عليه إنه الإمام الحسين عليه السلام قدر إنه هو يخلق داخل هذه الثورة حركة، محرك داخلي، يعني مثل مثير داخلي. قدرنا نحن ولله الحمد لأئمة من بعد طبعا الإمام زين العابدين، حتى الأعداء، يعني بنلاحظ إحنا بسيرة الإمام الحسين بالوقت اللي مده الإمام الحسين، يعني مثل ما خلص صورة تمشي على البطيء، حتى الأعداء حفظوا أسماء أصحاب الإمام الحسين، وبعضهم ذكر قبة بطولاتهم وقدراتهم وحتى أقوالهم وكذا بالآخر. فقدر الإمام الحسين يستحصل على مادة تاريخية حتى من الأعداء. في نفس الوقت السيدة زينب عليه السلام، الإمام السجال عليه السلام قاموا في الدور فيما بعد، قدروا أنه هن يوصلوا الرسالة بالشكل اللي بدهم إياه. ولكن
الشكل الفجائع اللي صارت في المعركة، وأراد الإمام الحسين بهذا الشكل، أراد أنه يكون في دم كثير. عرف الإمام الحسين، عارف أنه هو رأسه مقطوع، عارف أنه هو سوف الجيات سوف يعني تدوس على صدره، أصر على إخراج هذا المشهد، لأنه هذا المشهد في قدرة كبيرة على أنه يستولد الشعر والأدب والعاطفة والوجدانيات من الناس اللي بعد. لذلك لقينا أنه ما كتب في الثورة الحسينية، ما ألف في الثورة الحسينية، ما في إمكانيات بعد. نحن إذا قدرنا أن نستخدم الإمكانيات الحديثة في التواصل الاجتماعي، في الإخراج، في الموسيقى، في الفنون، في المسرح، في كذا، قادرين على أنه نوصل الثورة الحسينية إلى أماكن، إلى مديات أبعد وأبعد وأبعد. الكلمة الأخيرة اللي بدي أقولها، بس مقارنة بسيطة، طبعاً الأمثلة تضرب ولا تقال ولا تقاس. المخابرات الأمريكية في سنة 2008 قبل الربيع العربي استحدثت ما يسمى فرع لتعليم الديمقراطية، مدرسة أسستها في أوروبا. طبعاً أمريكا بتعرف إنه ما بتعمل شيء على أراضيها، بتحاول إن كل يعني مراكز التآمر إن تلاقي لهم أرض بعيدة عن أرضها لحتى ما يطلعوا لمراقبة مجلس الشيوخ والكونغرس والآخر والبنتاغون أو شيء من النوع. فعملت مركز، وهذا المركز للأسف إنه اختار شاب من شبابنا حول العالم، يعني رجل من شبابنا، على أساس إنه هو يكون من أصل 500 شخص. هؤلاء 500 شخص كان المطلوب تعليمهم على الديمقراطية، يعني فهموهم إنه أنتم كيف تنشروا الديمقراطية، وخصوصاً بطريقة استعمال الأساليب الحديثة. يعني هؤلاء الجماعة لما أخذوهم على المراكز التدريب، على الوركشوب وإلى آخره، كان الهدف الأساسي منهم إنه يعرفوا يستعملوا الكاميرا، يعرفوا يستعملوا السليلر، يعرفوا يستعملوا الساتلايت، يعرفوا يستعملوا التكنولوجيا الحديثة لحتى يقدروا إنه يستنهضوا الشارع العربي، لأنه كان مرسوم سابقاً إنه هذا الشارع اللي هو شارع خانع، شارع مستضعف، شارع ما قادر إنه يثور على حكامه، بحاجة إلى أساليب متطورة لحتى يستنهض هذا الشارع. فهؤلاء الجماعة 400-500 شخص اشتغلوا على هذا نفس الأسلوب، خليني أقول بالمقارنة نفس اللي اشتغلوا الإمام الحسين من 1400 سنة. يعني استخدموا كل أساليب والعياذ بالله الخداع اللي استخدمت في سوريا تحديدا. يعني أنتم بتعرفوا الجزيرة وشو كيف عملت أفلام وكذا وإلى آخره، خرجتها استخدمت فيها الأطفال، استخدمت فيها النساء، استخدمت فيها الدماء، استخدمت فيها كذا، في كلها في شكل صور إلى آخره، لحتى تستنهض هذه الناس وتحولها لشو اسمه. الإمام الحسين في ثورة صادقة، ثورة شفافة، ثورة منها مفتعلة، قادر إنه خلال 1400 سنة أقل قليلا إنه دائما يستنهض هؤلاء الناس. يعني ما بحاجة نحن لا مراكز دراسات ولا بحاجة إلى هذا كل المراكز التدريب. قارئ عزاء بيطلع شوي على المنبر بيحكي له 10 دقائق ربع ساعة، بتشوف إن الناس تفاعلت معه وممكن إنه يصير في عملية تغيير. والحمد لله رب العالمين، ونعيد التهنئة والتبريك من ميلاد الأنوار، والسلام عليكم ورحمة الله. A very bright. فصلي على النبي every morning and every night. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. اللهم صل على محمد. كم تعمل جديد؟ بس الأستاذ طلاب طه على هذا البحث العميق والشيق بالأسلوب العلمي الممتع. الطفل أمير محمد الحافظ أبى إلا أن يشاركنا بقراءة سورة البلد. أستغفر الله وصلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيصح أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا،
يحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين لسان وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة وأطعم في يوم ذي مصلبة يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة. فما كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق الله العظيم. أحسن أمير بارك الله في أهلك الذين ربوك هذه التربية الصالحة. في ختام جددوا شكرا على حضوركم حفلنا الكريم هذا، وأتمنى لكم كل عام وأنتم بخير. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أهل البيت والسارين على نهجهم. نتمنى على الجميع كل حال وبكانوا مشان نقدر نقوم بواجب الضيافة. هناك تذكير أنه نادي شعب مسلم في مسجد أهل البيت عليه السلام يقيم مخيمه السنوي، وذلك بتاريخ 21 و 22 حزيران سبت أحد. المبيت للشباب أما ثاني يوم الأحد للعوائل. اللي بيحب يشارك بيتصل بالأخوة والأخوات الموجودين بالنادي الشباب المسلم. وبالنهاية بدنا نشكر جزيل الشكر الأخوات اللوادي شاركنا في تحضير الحلويات اللذيذة مع الأستاذ مشاهير. ونتشكر لكل الأشخاص اللي قدموا واللي شاركوا في صناعة العشاء. وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le groupe est